وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الموهبة الفنية نايف الوتاري. نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا فيك نايف، رمضان كريم عليك وعلى جميع أحبابك. علينا وعليكم بالخير والعافية إن شاء الله. أهلا، شكرا لك نايف. نايف معنا مجموعة أسئلة بنبدأ فيها، بعدين بننتقل إلى الأسئلة الأوسع. مستعد؟ مستعد أكيد. نبدأ بالسؤال المعتاد الأول، أوصف نفسك بكلمة. أوصف نفسي بكلمة، عصامي. جميل، أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ أكثر وسيلة التواصل حاليا انستغرام فيسبوك. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أجمل مكان أبها، مدينة أبها السعودية. ومكان تتمنى زيارته؟ مكان تتمنى زيارته الصين. شخصية تتمنى مقابلتها؟ دولة الصين، الدكتور محمد راتب النابلسي. مجال دراستك نايف؟ حاليا انا خلصت الثانوية العامة وان شاء الله قريبا اكون في الجامعة، محتار بين تخصصين يعني، ايش هما التخصصين؟ يا اما طب يا اما احترف موسيقى، فان شاء الله بختار الافضل. فرق شاسع، لكن اعتقد انك بتقدر تجمع بينهم كهواية وكمهنة. اكيد ان شاء الله. طيب نايف، الان نتعرف بالضبط. عليك نتعرف عليك لا. وعلى بداياتك في المجال الفني. والله بدايتي في المجال الفني كانت عن طريق مركز رعاية الموهوبين والمبدعين عام 2013-2014 في محافظة صنعاء في العاصمة. كانت تقام احتفاليات، فاكتشفنا أنفسنا في البرنامج هذاك وإلى الآن إن شاء الله. جميل. طيب في بداياتك من شجعك؟ الناس كلهم. انه كنت اغني وانشد يقولوا لي صوتك حلو، سجل سمعنا حاجه، فحفزوني وطلعت. طيب اول اغنيه غنيتها؟ اول اغنيه كانت عن الشهيد عام 2014. واللون الغنائي المفضل عندك؟ والله كألوان يمنية كلها ألوان مفضلة، كل لون يحمل حضارته يعني. أنا مجموعة حضرمي لحجي ولكن أميل إلى الصنعاني. مجموعة الفيديوهات يعني اللي شفتها لك على اليوتيوب كانت أغلبها خليجي، إيش السر؟ لا، هو في مقطع واحد بس والبقية صنعاني، كانت جلسات عفوية كذا. طيب الفنان المفضل عندك؟ كشخصية يمنية أو شخصية عامة؟ مفضل بالنسبة لك أنت؟ مفضل مروان خوري. جميل. طيب خوري. طيب نايف، نروح نشوف لك عمل ونرجع نكمل اللقاء. آخر مرة غادرت عيوني لك مشتاقة، من آخر ليل صلينا لآخر خير سويته.
لهجه الاغنيه هذه ايضا خليجيه. طيب انت تعمل فني صوت، وكيف ساعدك هذا في الغناء؟ والله مهنه الفني صوت طورت فيني حاجات كثير، منها اولا تكنيك الموسيقي، كيف تعزف آلات، كيف ممكن تعزفها بطريقة صحيحة. ثانيا طريقة الغناء. ثالثا أنه كيف تعرف الأغنية لما تنتج إنتاج كامل، إيش المراحل اللي تكون هي كاتيك كميكس كماسترينج إلى آخره. يعني أنت قلت نقطة مهمة، أنت على إيش من آلات تعزف يعني؟ أعزف أورج وقريباً كلارنيت. جميل. طيب زي ما سمعت أنه هذا أول رمضان لك تقضي خارج اليمن، إذا قارنت بين رمضان في اليمن ورمضان خارج اليمن، إيش النقاط اللي لاحظتها أكثر؟ والله رمضان في اليمن روحانيته غير تماماً عن أنك تكون خارج الوطن. كصلاة قبل صلاة المغرب تكون الروحانية حق قرآن بصوت القريطي، هنا الروتين عادي نفس الأيام العادية، يعني ما فيش فرق. اللهم أنه في صلاة التراويح في وقت ثاني بس. طيب فين تعتقد أجمل؟ إن شاء الله نرجع. أكيد هذا حلمنا كلنا. طيب أكثر إيش؟ الأجمل. أكيد أجمل أكيد في الوطن في اليمن صنعاء. ما تعتقدش أنه هذا الشيء مرتبط فقط بطفولتك ومش متعلق بالروحانية بقدر ما هو مرتبط بذكرياتك بالأشياء اللي عشتها؟ لا والله أنه كذكريات أنت تعايشت مع الموضوع من زمان يعني متعود، بس لما ينقطع عليك فجأة الروح حق رمضان يعني شعور مش طبيعي. طيب كفنان ماذا خاصة يعني لك؟ انه بين الاهل بين الاصحاب الليل تلتقي انت اصحابك، الان هنا ما فيش هنا. يلا اذا المساله مش في الروحانيه والعبادات وصلاه المغرب. طيب كفنان ماذا يعني لك رمضان؟ كفنان ممكن اني اقدم فيه رساله كعمل فني، ممكن إني أستلهم أفكار من أيام رمضان، إنه مثلاً أشوف حياة الناس في رمضان مختلفة عن الأيام العادية، ممكن أستلهم منها فكرة لعمل هكذا يعني. طيب بداية المقابلة سألتك صف نفسك بكلمة وقلت لي عصامي، هذا العصامي إيش طموحه؟ فين يشوف نفسه بعد 5 سنوات؟ والله حاجات كثير إن شاء الله نوصل. منها أول حاجة أني أخلص الجامعة، ثانيا أني أكون الشخص الموسيقي اللي رسمته في بالي من أول المسيرة الموسيقية هذه. جميل. أول المسيرة الفنية إن شاء الله. هذه الشخصية اللي رسمتها لنفسك ممكن تعرفنا عليها؟ من ناحية إيش؟ أنه أكون عازف كلارنيت محترف وموزع موسيقي، يعني نفس الفكرة. جميل. وأعمالك المستقبلية أو أعمالك القادمة؟ حاليا بعد العمل حق رمضان مجهز عمل للعيد. جميل. في عمل ثالث كمان إن شاء الله يرى النور قريبا. جميل. طيب إيش بتسمعنا بنهاية اللقاء؟ نسمعكم شيء صنعاني اللي تحب. طيب ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع مبهاوي ما أصفى هواه، مبهاوي ما أصفى هواه، لما يصفق لي يبدع الطبيعة ويرفع
لها روايع ثنا وغصان ترقص على النغمة النسيمة المودع من الخمايل شذا من الخمايل شذا من الخمايل شذا. تكلمت عن انك معك عمل عن العيد بعد العيد، ما تقدرش تخصنا ب يعني مقطع صغير من العمل؟ لا والله حاليا تحت طور التجهيز، ولكن ما فيش فكرة، احنا مرتب له فكرة ان شاء الله. اذا عوضنا عنه باغنية ثانية بلون اخر. طيب اوكي. يا مستجيب للداعي جب دعوتي بإسراعي، لا يا مستجيب للداعي جب دعوتي بإسراعي، وش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن، اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب، لا اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران. أشكرك جزيل الشكر نايف الوتاري الفنان، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لنا ولكم بإذن الله.